بدعوة من إدارة مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، أحيت الفنانة اللبنانية ماجد الرومي حفلاً خيرياً غنائياً على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية. وقد شهد الحفل الذي خصص ريعه لمساعدة الطالب المحتاج وزيرة الثقافة السيدة هيفا النجار ومدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب وسام منصور، وحشد كبير من محبي المطربة الرومي. ولفت الأب منصور إلى أن الحفل يأتي ضمن المبادرات الخيرية للسيدة الرومي التي تمثل أنموذجاً فريداً في حقل الفن ونشر فضائل المحبة والسلام. وخلال زيارتها لمطرانية اللاتين بعمان، منح غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابا لبطريرك القدس للاتين الفنان ماجد الرومي وسام الصليب الذهبي للبطريركية اللاتينية تقديراً لجهودها في خدمة الكنيسة والوطن. حضر حفل التكريم النائب البطريركي للاتين المعين في الأردن المطران جمال خضر ومدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب وسام منصور والأب عماد علامات الأمين العام لمطرانية اللاتين في الأردن وعدد من أعضاء مجلس الكهنة. Thank you for coming here and also to participate for this event for the schools, for our schools here in Jordan. As you know, schools, Christian schools, everywhere, especially in Jordan, I know to Lebanon, they are going through a very difficult period. So any gesture or support is always welcome. So first of all, thank you for this. It is not granted that everyone of the person of this big figure want to participate for this. Then I want to say another thing. We are talking today, Pope Francis promulgated the reform of the Curia, which is an image of the Church, and the topic, the top of the reform is the evangelization. And I think what we are doing just for your presence, the way you are doing, is a kind of evangelization to announce to I suppose millions of people who you are and to whom you belong. There is no translation. There's no for the translation. So and so I want to congratulate you for this and thank you also for being first of all so professional and also so unique in the style and in what you are doing. And we need this. In all the world, we need this Christian presence in the world, especially in our countries, in our region. We need this presence, positive, building relations among all, and in saying what we are and how we are, but in a very positive manner, building in a land where everyone wants to separate, and we are seeing all over the world the separation, wars, divisions, hatred, and so on. The music is a language that arrives to all the hearts, without distinction of religion, of belonging, of any kind. So thank you for this. I want to congratulate you for this. I hope this is not only the first and the last time you come here. I'm sure that this is the beginning of a journey, of a common journey, and because we, Middle East, despite the borders, we are one family. It was a يلي قادر مع كل مجموعة اللي بتشتغل معه مع شغلتها إنه بقوة رجال حقيقيين يحافظوا على استقراركم واستقراركم بالأمن والسلام. هدول نعم للي ما بيعرف شو معناتهم
شو معنات انه يفقدهم يمكن ما بحس فيهم. كل واحد عنده ايد بس ما بيعرف قديش هي مهمه، واحد عنده عينين بس ما بيقدر قديش هن مهمين الا لما بطلوا موجودين. فحب اقول انه بدعمة الرب البلد تحت عينين الرب بايدين الرجال. تعرف كيف في هالاوقات الصعبة الشرسة العنيفة المليانة شر، إذا الرجال يحافظوا على عنكم ازدهاركم واستقراركم. حب هالكلمة توصل لجلالته لأنه نحن منحبه ومنصلي له ومنعرف إنه إيد الرب معه ومنعرف إنه علينا واجب إنه نصلي لكل دولة عربية تبقى آمنة، لكل الدنيا تبقى آمنة وتبقى بسلام، وللبنان كمان. نحن لن حرمنا من هدول النعم، نعرف قديش هن مهمين لنحكي عنهم، يسوى الانسان ما يحكي عنهم. بس لإلي انا قد ما عم شوف الشعب اللبناني عم بيعاني، قد ايه عم يتعذب، قد ايه عم بنقهر، وانا فرد من هالناس المتألمين اللي عم يتعذب بكل شيء بكل شيء بكل شيء بكل شيء، حتى بالرغيف الخبز. كثير صار بهمني اني اوقف عند هالنقطة واحكي الله من السماء يحفظ الاردن، يحفظ كل دولة عربية، يحفظ الدنيا كلها من شرور الحروب. الله يحفظ جلالة الملك يلا تقديرنا له عظيم، لجلالة الملكة يلي هي صورة بهية عن عالمنا العربي، عن المرأة بكل وقارة وثقافتها وإنسانيتها مثل ما بليق بتقاليدنا وبقيامنا إنه نكون. نشكر الله عليكم على هاي العائلة الإنسانية المسيحية الحلوة يلي أنتوا عليها، إن يكون جزء منكم هيدا فخر لإلي.